اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات، ومن داخل معرض اوتوماك فورمولا 2018 ومن داخل جناح اوبل تحديدا بنتفرج دلوقتي على الاوبل كاسكادا. المفروض ان دي السياره الرياضيه اللي موجوده او الموجهه من اوبل، ان دي كمان الموتور الاقوى في مجموعه اوبل حاليا. بالنسبه للشكل الخارجي طبعا شكلها مميز، يمكن المصابيح الاماميه والشبك تقريبا كده المفروض ان هو اخد من الاوبل استرا. انا شايف انها اخده كتير من اوبل استرا صراحه. هنا المرايات الضخمه المفروض انها بتحقق رؤيه خلفيه واضحه. الجنوط بتاعه العربيه الجنط 18-235 ده عريض قوي، ولكن كنت اظن ان البروفايل كان محتاج ان هو يقل شويه عشان العربيه المفروض انها بتحقق اداء رياضي، فالمفروض انها ما تملش ناحيه الراحه. بالنسبه هنا للشولدر لاين او خط الكتف زي ما احنا شايفين مكمل لحد الفانوس الخلفي. بالنسبه للفانوس الخلفي زي ما شايفين هنا او التصميم الخلفي للسياره تصميم زي ما شايفين انسيابيه كبيره قوي، ومناسب طبعا للفئه بتاعه السياره اللي هي ان السقف الكشف والسياره الرياضيه. المفروض ان السياره موجهه للشباب والسياره الرياضيه بامتياز زي ما احنا شايفين. بالنسبه للمفلر زي ما شايفين فتحه العدم المربعه والاستوب الليدات الخلفي والاضاءه طبعا هنا الفوانيس اللي بنقول عليها احنا هنا في مصر سخانات اللي هي الليدات اللي هي بالشكل ده. ده كده الشكل الخارجي. تعالوا بينا نتفرج على صالون السيارة. طبعا بالنسبة لصالون السيارة فالمفروض ان ده من افخم الصالونات اللي موجودة دلوقتي حاليا في الفئة بتاعتها. بالنسبة لأوبل تحديدا زي ما شايفين هنا الجلد تمام، هنا كده فتحة الباب الكبيرة، المقبض ده المفروض ان هو بيتحكم في المرايات الكهرباء، وانا طبعا يعني انا مش حابب مكانه غريب، لان دلوقتي وانا قاعد هسند عليه عشان امسكه، هو هنا في مكان هيبقى ضعيف قوي وارد ان هو يتكسر. هنا العلامة بتاعت أوبل تمام النيكل، والمفروض الفرش الجلد اللي متطرز بلون ابيض زي ما شايفين المفروض ان هو جلد طبيعي، وطبعا زي ما شايفين في هنا ارباجات في الكراسي. السياره من ناحيه الخامه فطبعا خامات ممتازه زي ما شايفين هنا كده. طيب تعالوا نقعد جوه السياره. المفروض ان القعده بتاعت السياره قعده واطيه بتحسسك بالاداء الرياضي، والمفروض انها شبابي، ولكن المقود ده شكله ضخم قوي ان هو يبقى بتاع سياره شبابي او سياره رياضيه. شايفين هنا حجم المنطقه دي قد ايه، حجمها كبير قوي تمام. مثبت السرعه هنا نفس التحكمات بتاعه المنظومه الصوتيه. السياره انا شايف ان هي فيها كتير قوي من الاوبل استرا، يعني نفس المنطقه دي هي العدلات هي نفس المنطقه دي تقريبا واحده، مفيش اختلافات كبيره، ما عدا طبعا الخامه هنا المفروض ان هي افضل لان زي ما شايفين هنا التطعيم الجلد اكتر. وبالنسبه هنا لحاجب الريح انا شايف ان هو قصير برده شويه، يعني انا دلوقتي انا مش طويل تمام، ولو انا حبيت انا احاول دلوقتي تحديدا اجيب لكم الكاميرا واقول لكم زاويه الرؤيه جايه ازاي. ده كده المفروض ان هو مستوى النظر عندي. شايفين انا عيني شايفه ايه؟ انا كده دلوقتي عيني شايفه بنفس المنظر اللي انتم شايفينه ده بالظبط، لان ده مستوى الرؤيه عندي تمام. فكده خابط فين؟ هنا. طب لو حد اطول، يعني دلوقتي لو حد اطول مني هيبقى دماغه رايحه فين؟ فاهمين؟ فهي في التصميم انا شايف ان التصميم نام قوي زياده، يعني دلوقتي السقف ده لما هيقفل اكيد هيضايق هنا في دماغ اللي سايق السياره. ده كده الشكل خارجيا. وبالنسبه طبعا للصالون الخلفي، فالصالون الخلفي بتاع السيارات دي بيبقى حاجه صغيره كده، انما هو مش صالون بجد زي ما شايفين هنا كده. المفروض ان انا برفع كده الكرسي بيتحرك كهرباء علشان يفتح يدخل حد، ولكن في هنا المساحه بتاعت الارجل مساحه صغيره قوي. طبعا هو لما بنقفل كرة الظهر تاني بيبدا ان هو يقفل كهرباء علشان يرجع لمكانه الطبيعي. ده كده شكل السياره خارجيا وداخليا. لسه باقي ان احنا نتفرج على شنطه السياره ونشوف حجمها ايه، ولكن المفروض ان السيارات دي بتبقى الشنطه بتاعتها اصلا صغيره. بالنسبه لشنطه السياره فاولا الفتحه بتاعها زي ما احنا شايفين كده، انت بتلبس علامه اوبل وبعد كده هتمد ايدك من هنا، لان ما فيش هنا اي مقبض ان احنا نفتح منه الشنطه وتبدا ان انت تفتح شنطه السياره. زي ما قلنا الشنطه في السيارات دي بتبقى حاجات مش عمليه قوي، بتبقى حاجات صغيره زي ما شايفين هنا المساحه اصلا صغيره جدا جدا اللي موجوده هنا لشنطه السياره، هي يا دوب حاجه شنط صغيره. وطبعا هنا فكره جميله ان هو العواكس دي بحيث ان انا افتح شنطه السياره فالعواكس دي بتبين للي جاي من ورا ان في هنا عربيه موجوده. طبعا ده الكلام ده بالليل. دي شنطه السياره، وتعالوا نتفرج على الموتور بتاع السياره.
ده موتور السيارة والقلب النابض ليها. الموتور ده المفروض ان هو اقوى موتور في مجموعة اوبل حاليا، لان الموتور ده 1600 سي سي، بيخرج 170 حصان وبيخرج 260 نيوتن. السرعة القصوى بتاعته 219 كيلو، يعني المفروض ان السيارة دي بتحقق سرعة 220 كيلو ومن 0 ل 100 في 9.2 ثانية. ده كده الموتور بتاع السيارة، وطبعا هو مرتبط بجير 6 سرعات من اوبل. الموتور يمكن يكون معقد شوية بالنسبة للمكان بتاعه مقفول، يعني انا كفن صيانة ان انا عشان امد ايه هنا الاماكن يمكن ضيقة شوية، ولكن موتور من اوبل المفروض ان هو بيمتاز بالعمر الطويل. دي كانت العربية اوبل كاسكادا، واللي باقي سعرها هي بتنزل فئة واحدة اللي هي التوب لاين دي، سعرها 680,000. طبعا 680,000 دي لناس معينة اللي هو بيحب اوبل وبيحب الفئة دي من السيارات. دي كانت اوبل كاسكادا، ويلا بينا نكمل بقية موديلات اوبل. واخيرا ومن داخل جناح اوبل، فاحنا كان اللي باقي لينا واللي انتم طالبينه مني الجراند لاند اكس والاوبل انسيجنيا. انا طبعا ما قدرتش اصورهم لان السيارات كانت بتشحن، ولكن انا حبيت ان انا اقول لكم اسعار السيارات. الاوبل انسيجنيا سبورت المفروض ان هي نازله ب 538,000 و 587 و 670,000. 670,000 المفروض ان العربيه دي ادائها موتور 1500 تربو، 1500 بس على الاوبل انسيجنيا الحجم ده. المهم ان هي موتور 1500 سي سي، 165 حصان و 250 نيوتن. المفروض انها بتوصل لسرعه قصوى 218 كيلو، وزمن تسارع من 0 ل 100 في 9.4 ثانيه. خزان الوقود بتاعها 62 لتر، طبعا خزان كبير، ويمكن وزن هنا السياره فاضيه بدون حموله 1500 كيلو. فطبعا 1500 كيلو، 165 حصان، 250 نيوتن. دي كانت الاوبل انسيجنا. وبالنسبه للاوبل الجراند لاند اكس، انا والله احتراما لمتابعيني بس فانا هقول لكم عليها. المفروض ان هي تربو 1600 سي سي، مرتبطه بالجير اوتوماتيك 6 سرعات، 163 حصان و 240 نيوتن، والسرعه القصوى بتاعتها 201 كيلو، وزمن التسارع في 9.4 ثانيه. والسياره وزنها فارغ 1360 كيلو. السياره جراند لاند اكس اللي احنا شايفينها دي، اللي هي العربيه الكحلي اللي ورا دي، تمام. 520,000، 570,000 و 615,000. زي ما قلت لكم انا السيارتين دول، انا دول بس للمتابعين بتوعي عشان سالوني عليهم. دي كانت امكانياتهم سريعا، ممكن تتفرجوا على العربيه بقى انتم في مكان تاني وتشوفوا رايكم فيهم ايه. دي كانت سيارات اوبل، وده كان جناح اوبل من داخل معرض اوتوميك فورمولا 2018.